الصحة تقديم الخدمة الطبية ل 116 ألف مواطن بالمجان خلال سبتمبر الماضي. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج بالمجان ل 116 ألف و 487 مواطنا من خلال 127 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي. أشارت الوزيرة إلى أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية. وأوضحت أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة 974 عيادة، وتم تحويل 1360 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.